بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا أن من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعرضه أن يوفقه للتفقه في دينه، وأن من لم يفقهه الله في الدين فإنه لم يرد به خيرا. وفي هذا دليل على أهمية التفقه في الدين، والله تعالى حتى في كتابه الكريم على التفقه في الدين قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يفقهون، قال سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالذي لا يتفقه في دينه ولا يهتم بذلك ولا يسعى لطلب العلم معناه أنه إنسان محروم من الخير، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته على الوجه الذي يرضاه الله إلا إذا تفقه في دينه وأدى العبادة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن للإنسان أن يودي العبادة على الوجه المشروع إلا إذا تفقه في دين الله عز وجل. والذي يعمل ويعبد الله من غير فقه هذا لا يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح، وقد يكون كله أو أكثره ضلالا. من هنا نعرف أهمية التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنه أمر عظيم، وأنه مطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دينه ولا يبقى على جهل وعلى خطأ لا يدري كيف يعبد الله عز وجل وكيف يؤدي ما افترضه الله عليه. وكذلك يحتاج إلى الفقه في دينه في معاملاته، ويحتاج إلى الفقه في دينه في علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وأقاربه وإخوانه. يحتاج إلى التفقه في الدين من أجل أن يعطي كل
من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه. فالذي لا يتفقه في الدين لا يمكن أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم على الوجه المطلوب، ابتداء من حق الله سبحانه وتعالى ثم حقوق العباد. والفقه في الدين على نوعين: النوع الأول الفقه في العقيدة، فقه العقيدة التي هي أساس الدين، فلا بد أن يعرف الإنسان ما يصحح عقيدته وما يخل بها وما ينقصها من الأمور الشركية أو البدعية. فالتفقه في العقيدة بمعنى أن الإنسان يتعلم عقيدته، يتعلم عقيدة التوحيد، ويتعلم ما يلزم لهذه العقيدة، ويتعلم ما يضاد هذه العقيدة أو يخل بها أو ينقصها. هذا النوع من الفقه، هذا هو الأساس، ويسمى عند العلماء بالفقه الأكبر. الفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر، وذلك بأن يعرف الإنسان، يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته، ويعرف كيف يعبد الله حق عبادته، ولماذا خلق هذا الإنسان، وما المطلوب منه نحو ربه سبحانه وتعالى، وما الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى حتى يتجنبه. هذا النوع من الفقه هو الفقه الأساسي، وهو تعلم العقيدة بأن يعرف أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، من أجل أن يقوم بكل نوع منها على الوجه المطلوب. وكذلك إلى جانب معرفة أنواع التوحيد ومكملاته وحقوقه، لا بد أن يعرف ما يضاد التوحيد ويخالف التوحيد من عقائد الشرك والبدع والمخالفات حتى يتجنبها، وإلا فقد يلتبس عليه الأمر، وقد يظن أن الشرك أنه لا بأس به، خصوصا إذا نهي في بلد أو في جيل لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون معنى الشرك. فإن كثيرا من البلدان الآن يعتبرون أن البناء على القبور والطواف بها وسؤال الموتى ونداء الموتى والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، يظنون هذا من الدين، كما قال الأوائل فيما حكاه الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقدون أن هذا من التوحيد وأن هذا من الدين، لأنهم أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم وأهل بلدهم ونشأوا عليه حتى ظنوه من التوحيد وأن الله يرضى به، وذلك بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى التوحيد الصحيح الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر الله تعالى بعبادته وترك عبادة الطاغوت، والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء سمي وليا أو سمي شفيعا أو سمي بأي اسم كان، فإنه طاغوت إذا كان رضي بأن يعبد من دون الله. أما إذا عبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وكان ينهى عن ذلك في حياته، هذا لا يعتبر طاغوتا، لكن تعتبر عبادته شركا بالله عز وجل. وإلا فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام، وعبد أناس من الملائكة، عبد من الملائكة وعبد من الناس من الصالحين، وهم لا يرضون بذلك بل كانوا ينهون عنه أشد النهي ويقاتلون عليه، لكن لما ماتوا بنوا على قبورهم وقربوا لهم القرابين وعبدوهم من دون الله وهم لا يرضون بذلك وينهون عنه. فهؤلاء لا يعتبرون طواغيت، ولكن يعتبر من عبدهم من دون الله يعتبر مشركا. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون وقالوا: نحن نعبد عزيرا ونعبد المسيح ونعبد الملائكة، فإذا كان هؤلاء معنا في النار وفرحوا اعتبروا هذا أن هؤلاء الصالحين أنهم يدخلون النار لأنهم عبدوا من دون الله عز وجل، بين الله سبحانه وتعالى الرد عليهم بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني عيسى عليه السلام والعزير والملائكة ومن عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالصالحون الذين ماتوا على العقيدة الصحيحة ولكنهم عبدوا بعد موتهم وهم لم يرضوا بذلك، هؤلاء ليس عليهم حرج مما فعله المشركون بالنسبة إليهم، لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا الناس بعبادتهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. أما الذي يرضى بأن يعبد من دون الله ويدعو الناس إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت، من عبد من دون الله وهو راض بذلك ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقربوا إليه فهذا هو الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقطع
يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع إلا إذا خلت من الشرك. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لم يقتصر على قوله فليعمل عملا صالحا، بل نهى عن الشرك، لأن الإنسان قد يعمل عملا صالحا لكنه يفتده بالشرك بالله عز وجل، فيكون عمله هباء منثورا، ويكون عمله حابطا لا يستفيد منه شيئا. إن العمل الصالح لا ينفع إلا إذا خلى من الشرك، وهذا خطر عظيم يحتاج منا إلى تفقه في معرفة الشرك ما هو وما هي أنواع الشرك حتى نتجنبه وحتى نبتعد عنه وحتى تسلم لنا عبادتنا وديننا لله عز وجل. هذا هو الفقه الأكبر، العناية بهذا الأمر، هذا هو الفقه الأكبر. وإن كان كثير من الناس تساهلوا في هذا الأمر واعتبروا دراسة التوحيد ودراسة العقيدة والدعوة إليها، اعتبروا هذا من الأمور الثانوية، واعتبروا هذا، بل بعضهم يقول إن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله إن هذا يفرق بين الناس، ونحن لا نريد، نحن نريد أن نجمع الناس، نريد التجميع، أن نقول لهم الاجتماع لا يحصل إلا على التوحيد، الاجتماع الصحيح لا يحصل إلا على التوحيد، أما الاجتماع الذي على غير التوحيد فإنه اجتماع لا خير فيه ولا فائدة منه، ومآله إلى العداوة، ومآله إلى الزوال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الاجتماع لا يكون إلا على العقيدة الصحيحة، الاجتماع المثمر، ومن هنا يجب علينا أن نعرف العقيدة الصحيحة وأن ندعو إليها دائما وأبدا، وأن نذكر بها وأن نحاضر بها وأن ندرسها وأن نسأل عنها وأن ندرسها في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا، لأنها هي الأساس وهي الفقه الأكبر. النوع الثاني من أنواع الفقه، الفقه في الأمور العملية، الفقه في الأمور العملية، الفقه في أحكام الصلاة، الفقه في أحكام الزكاة، الفقه في أحكام الصيام، الفقه في أحكام الحج، الفقه في أحكام البيع والشراء والمعاملات، الفقه في أحكام النكاح والطلاق والعدة، الفقه في أحكام الطهارة الكبرى والصغرى، وهكذا. فالفقه في هذه الأمور هو أيضا مكمل للفقه الأول، هذا الفقه مكمل للفقه الأكبر وتابع له، ولا ينفع هذا الفقه إلا بعد أن يتحقق الفقه الأكبر. لو أن الإنسان تبحر في فقه المعاملات وفي فقه الصلاة والزكاة والحج والصوم والمعاملات، تبحر في هذا ولكنه لا يعرف الفقه الأكبر أو يتساهل فيه، فإن هذا الفقه لا يفيده شيئا، هذا الفقه الثاني لا يفيده شيئا، لأنه تابع ومكمل للنوع الأول، لأنها لا تصح صلاة ولا يصح زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة
ولا أي عبادة إلا بعد أن يتحقق الفقه الأكبر وهو التوحيد. إذن هذا الفقه الثاني مكمل للأول وتابع له، وإن كان كثير من الناس يهتمون بالفقه الثاني ويتساهلون في الفقه الأول كما ذكرنا لكم، وهذا من الجهل العظيم، وهذا من التفريط العظيم، وهذا بمنزلة من يعالج بدنا قد قطع رأسه. البدن الذي قطع رأسه لا فائدة منه، يصبح جيفا ولو عالجته بأنواع العلاج، لأنه ليس فيه رأس. كذلك الذي يهتم بأمور المعاملات والعبادات والنوع الثاني من الفقه ولكنه لا يهتم بالنوع الأول، هذا مثل الذي يهتم ببدن ليس له رأس، مقطوع الرأس. فعلينا أن نعرف هذا. بقي علينا إذن ما دام عرفنا أهمية الفقه وعرفنا أقسام الفقه ومنزلة كل قسم من الدين، فعلينا أن نعرف الوسائل التي نتحصل بواسطتها على الفقه في الدين. أولا التعلم، الفقه في الدين إنما يحصل بالتعلم، بالجلوس في حلقات التدريس وفي فصول الدراسة المنهجية، الجلوس للتعلم أمام المعلم، هذا هو أول وسيلة وأحسن وسيلة وأقرب وسيلة إلى تحصيل العلم، الدراسة على العلماء، الجلوس في حلق الذكر سواء كانت في المساجد أو في المدارس أو في أي مكان، الجلوس بين يدي العلماء وتلقي العلم عنهم، هذا هو أقرب الوسائل وأنفع الوسائل. والشاعر يقول: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. الإنسان ما يتكبر على طلب العلم، ما يقول: والله أنا إنسان لي مكانة، ما يليق بي أن أجلس بين يدي مدرس في المسجد أو في الفصل أو في المدرسة، أنا أكبر من ذلك. هذا غلط. لا بد أن تجلس، لا بد أن تذل نفسك في طلب العلم، لا بد أن تصبر على التعب وعلى المشقة في طلب العلم، تحمل العناء، السهر، طول الجلوس أمام المعلم، وإلا فإنك ستعيش جاهلا تتجرع كأس الجهل طول حياتك. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أصحابه، دخل عليهم كما يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية وأن تحج البيت وتعتمر. فقال صدق. أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل، يعني أنا وأنت في ذلك سواء، كل منا لا يعرف متى تقوم الساعة لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة في أيام مرتاحة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الحاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها يعلم من السائل، يعني أنا لا أدري وأنت لا تدري لأن الله اختص بعلم الساعة سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها، يعني العلامات، علامات قيام الساعة. الساعة لها علامات تكون في آخر الزمان، علامات إذا حصلت فإنها تدل على قرب قيام الساعة، وهي علامات كثيرة. منها علامات كبار وعلامات دون ذلك. قال أن تلد الأمة ربتها، هذا من علامات الساعة. إذا ولدت الأمة ربتها يعني سيدتها. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. إذا تطاول الأعراب والبادية في تشييد المباني، معروف أن البادية كانت ترحل تتبع مواطن القطر، لا تبني بيوتا ولا تنزل في الغالب، ما تنزل في القرى والأمطار، وإنما تمشي في البر، تنزل ترحل من محل إلى محل تتبع مواطن القطر والكلب. لكن في آخر الزمان يتوطنون في المدن والقرى ويبنون ويتطاولون البنيان، هذا من علامات الساعة. قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة. قال ثم خرج الرجل بعدما أنهى جلسته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل، جبريل أراد أن يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تتعلم دينها، كيف تجلس بين يدي المعلم بأدب واحترام. جبريل يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، مجلس التلميذ للمعلمه، من أجل يعلم الصحابة والأمة أن تعمل ذلك بين يدي العلماء والمعلمين، كيف يجلسون وكيف يتلقون العلم بأدب ويسألون والمعلم يجيب على كل سؤال. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
ففي هذا الحديث بيان لأهمية تعلم العلم من العلماء والجلوس بين أيديهم والتأدب بين أيديهم وحسن السؤال لهم وتلقي الجواب وهكذا. هذا موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله لكم نبأه لأنه ذهب وسافر لطلب العلم لما سمع أن في الأرض من عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، ذهب يبحث عنه وتكبد المشاق حتى لقيه، حتى التقى بالرجل فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى آخر الآيات. المهم أن موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام ذهب لطلب العلم وجلس بين يدي المعلم وصبر على المشاق، مما يدل على أن العلم لا يحصل عفوا وإنما لابد له من مشقة ولابد له من تعب ولابد له من سفر إذا اقتضى الأمر ولابد من اغتراب أيضا عن الأهل والوطن إذا اقتضى الأمر. فأقرب الوسائل وأعظم الوسائل تلقي العلم من العلماء في حلقات التدريب، ولو كان على الإنسان في ذلك تعب ومشقة وعناء لا بد أن يصبر. كذلك من وسائل تعلم العلم تدبر القرآن، تدبر القرآن، حينما تقرأ القرآن تتدبر في معانيه، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الكلمة، وليس مطلوب منك أن تتقرب بالمعاني هذا لا يجوز، لكن ترجع إلى كتب التفسير، تراجع كتب التفسير الصحيحة الموثوقة فتعرف معنى الآيات، معنى كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت حديثا من أحاديث الرسول ما يكفي أنك تقرأ ألفاظه وتمر عليها مرورا عابرا، ما يكفي هذا، لابد تفقه في معانيها، تعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كل كلمة ومن كل حديث، ولا تتخرص ولكن ترجع إلى الكتب، إلى شروح الأحاديث، تكثر من المطالعة، مطالعة في كتب التفسير، مطالعة في كتب شروح الحديث، المطالعة في كتب الفقه، المطالعة في كتب العقيدة، المطالعة في كتب اللغة والنحو، هذه مطالعة، مطالعة لكل وقت، المطالعة في الكتب النافعة، هذا من وسائل تحصيل العلم، كثرة المطالعة في الكتب النافعة. ومن وسائل تعلم العلم أيضا السؤال، سؤال أهل العلم، إذا أسأل عليك شيء فلا تبقى في جهلك، لا تبقى في إشكالك، بل عليك أن تسأل أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العلماء عما أشكل من أمور الدين وأمور الفقه هذا مأمور به شرع، ولا يجوز للإنسان أن يبقى على جهل، عليه أن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما في جزاء العلم السؤال. لا يمنعك الحياة إلى أن تسأل، فإن الحياء الذي يمنع من سؤال أهل العلم هذا ليس حياء محمودا، وإنما هو جبن، جبن وخور وضعف. لا يمنعك الحياء من أن تسأل أهل العلم، أو يمنعك التكبر، من أن تسأل أهل العلم، فإن بعض الناس يرى أنه إذا سأل
العلماء يقول هذا فيه نقص في حقه أو ضرارة من حقه، يقول له الشيطان هكذا، والواقع أن هذا من الكمال، أن سؤال أهل العلم من الكمال ومن الرجولة، لا يعتبر من الذلة والمعاني. نعم سؤال الناس أمور الدنيا، سؤال المال هذا منهي عنه إلا عند الضرورة، وإذا تسأل الناس من أموالهم هذا منهي عن السؤال إلا للضرورة بقدر الحاجة، أما سؤال العلماء هذا مرغب فيه وليس له حد إلا إذا كان السؤال على وجه التعنت أو على وجه التعاظم فهذا لا يجوز. الذي يسأل العلماء من أجل التعنت أو التعجيل يحشي بالعلماء، أو من أجل أن يظهر الإنسان نفسه أمام الناس، هذا لا يجوز. أما سؤال التعلم فهذا مطلوب، وهذا فيه خير، فيه بركة. ولما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لماذا حصلت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول يعني كثير السؤال لأهل العلم، وقلب عقول يعني يعقل ما يقال له ويفهم ما يقال له، يحضر قلبه عند الجواب ويفهم الجواب، وبذلك يتحقق العلم شيئا فشيئا. وبعض السلف يقول إن هذا العلم لا يناله مستحن ولا مستكبر، لا يناله مستحن أن يستحي ولا يسأل ولا يتعلم، هذا ما ينال العلم، يبقى جاهلا. وكذلك الذي يستكبر، يستكبر عن طلب العلم ويستكبر عن السؤال، هذا يبقى جاهلا، لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر. وكذلك من وسائل طلب العلم الاستماع، الاستماع للمحاضرات والندوات التي تعقد في المساجد، حضور هذه المجالس واستماع ما يقال فيها من الخير وما يلقى فيها من الذكر والفائدة. إذا حضرت اليوم هذه المحاضرة، حضرت بكرة عند محاضرة أخرى، وهكذا تجمع العلم شيئا فشيئا. إذا حضرت خطبة الجمعة كل أسبوع، حضرت الخطبتين واستمعت إلى قول الخطيب وتفهمت وسألت عما أسكن في الخطبة، فإنه على مرور الأسابيع والأيام والأزمنة يتكون عندك علم عظيم، لأن خطبة الجمعة إنما شرعت من أجل تعليم الناس وتنبيههم وتذكيرهم. فالذي يحضر كل جمعة ويسمع الخطبة بحضور قلب يستفيد فائدة عظيمة، درس أسبوعي كل أسبوع يستفيد الإنسان ويتكون عنده حصيلة من العلم. قد تساهل الناس اليوم بحضور خطبة الجمعة، صاروا ما يأتي أكثرهم إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت أول الصلاة أو عند السلام من الصلاة، هذا حرمان عظيم. قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله المراد به الخطبة، وقد يراد به الصلاة أيضا، لكن الأساس أن المراد به الخطبة. ولهذا قال في ختام السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فحضور الخطبة فيه خير عظيم، وعدم حضور الخطبة فيه حرمان للإنسان، حرمان عظيم للإنسان ويفوته خير كبير. ولهذا أمر من يحضر أن ينصت للخطيب وأن لا يتكلم ولا يتحرك حتى تبرع الخطبة، من أجل أن يستفيد ومن أجل أن يوجه سمعه وقلبه إلى ما يقوله الخطيب حتى يستفيد. وكذلك الاستماع إلى البرامج النافعة التي تذاع في الإذاعة، البرامج الدينية التي تذاع في الإذاعة
أي إذا تتبعها الإنسان وحرص عليها فإنه يحصل على علم غزير وخير كثير. برامج عظيمة فيها مثلا فتاوى، فيها مواضيع يتكلم عنها العلماء ويطرقونها ويوضحونها للناس، فيها هذه البرامج الدينية هذه فيها خير كثير وميسرة بحيث تصل إليك وأنت في أي مكان، وأنت جالس في بيتك أو راكب على فراشك أو راكب في سيارتك، ما عليك إلا أن تفتح المذيع وتستمع لإذاعة القرآن وما يأتي فيها من البرامج المفيدة. لهذا يتحصل عندك إلى العلم الشيء الكثير، وتتنبه إلى أشياء كنت غافلا عنها، وتتعلم أشياء كنت تجهلها. أما إذا أعرضت وغفلت ولم تلقي بالا، لم تحضر عند مدرس، ولم تقرأ في كتاب، ولم تستمع إلى محاضرة ولا إلى خطبة جمعة، ولا تستمع إلى برنامج ديني يذاع في الإذاعة، من أين يتحصل لك العلم؟ ستبقى في جهلك طول حياتك، وربما تعبد الله على جهل وضلال فلا تستفيد من عبادتك هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأترك المجال لما حضر من الأسئلة لأن الوقت قد يضيق. شكر الله لفضيلة شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وردت أسئلة كثيرة، ومنها فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قد كثرت الكتب في الساحة الإسلامية وهذا كله من فضل الله تعالى، ولكن طالب العلم المبتدئ يحار عندما يشاهد كثرة الكتب ولا يدري بأيها يبدأ وماذا يقرأ. والسؤال ما هو الأسلوب الأنفع لطلب العلم، وما هي الكتب المرشحة في نظركم لطالب العلم المبتدئ بما فيها المتون والمستقرات، وجزاكم الله خيرا. نعم الكتب كثيرة الحمد لله، ولكن الكتب ليست على درجة واحدة، منها المختصر ومنها المطول ومنها المتوسط. وأيضا باعتبار آخر الكتب أيضا منها النافع ومنها الضار، يعني في كتب ضارة، في كتب تحمل سموما وأفكارا خطيرة ومقالات ضالة، ليس كل الكتب تصلح للقراءة. وما على طالب العلم المبتدئ إلا أن يستشير أهل العلم فيما يصلح له أن يقرأه من هذه الكتب. أولا بالنسبة للطلبة المنتظمين في الدراسة، هؤلاء عليهم أن يهتموا بالمقررات، مقررات التوحيد والفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة، هذه فيها خير كثير إذا أتقنوها من أول مرحلة إلى آخر مرحلة ففيها خير كبير، لكن بشرط أن يدرسها دراسة صحيحة، يحفظها، يسأل عن معانيها، يتقنها، ولا يتجاوز مقرر من المقررات إلا بعد أن يتقنه، ثم ينتقل إلى المقرر الآخر. وكذلك إذا كان يدرس في حلقة من حلقات التدريس في المساجد عليه أن يبدأ بالمختصرات أولا، مختصرات المتون، متن في التوحيد، متن في الفقه، متن في النحو، متن في أصول الفقه، وهكذا. المختصرات هذه فيها علم غزير إذا حفظها الإنسان وقرأها على المشايخ وشرحوها له فإنه يتأصل عنده علم كثير. ثم بعد ما يتقن هذه المختصرات ينتقل إلى المتوسطات من الكتب، ثم بعد ما ينتهي من المتوسطات ينتقل إلى
الكبيرة الكتب الكبيرة لأنه تأهل حينئذ. فالعلم لا يؤخذ دفعة واحدة، وإنما العلم يؤخذ شيئا فشيئا على درجات، ولا بد في البداية من أن يأخذ شيئا يسيرا ثم يأخذ شيء أكثر منه ثم يأخذ أكثر منه وهكذا يتدرج. أما الذي يأخذ العلم دفعة واحدة ويقرأ في المطولات وهو ما يعرف المختصرات فهذا لا يستفيد شيئا. بعض الناس يروح يطالع في فتح الباري شرح صحيح البخاري ولا في المغني ولا في المحلل بن حزم ولا في الكتب الكبيرة الضخمة وهو لا يزال طالب علم مبتدئ ما عنده شيء من الأصل ولا عنده قواعد علمية ولا عنده أساس، هذا ما يصلح أبدا ولا يستفيد شيء وربما يفهم غلطا. لا بد يتدرج في العلم شيئا فشيئا، وكما قلت لكم لا بد يذوق ذل التعلم ويذوق التعب في العلم، يذوق السهر الليالي، يذوق الغربة عن الوطن، يذوق مشاق إذا كان يريد يتعلم صحيح. أما إنسان يبغى الراحة هذا ما يحصل شيء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر فضيلتكم أهمية الفقه الأكبر، ونعلم أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة كما أشرت إلى ذلك من الأحاديث الصحيحة، فمنهجهم معصوم، فكيف نعرف هذا المنهج معرفة كاملة حتى نتمسك به تمسكا كاملا فيكون لنا الفوز بفضل الله وجزاك الله خيرا. نعم، نتمكن من معرفة منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بدراسة كتبهم وقراءتها قراءة صحيحة وتفهم ما فيها من الخير، فهذا هو السبيل لمعرفة منهج السلف الصالح بأن ندرس مؤلفاتهم وكتبهم ونحرص على حفظها وفهمها وتحصيلها، ثم لا بد أيضا أن نطلع على ما يخالف منهج السلف من المذاهب المخالفة من أجل أن نعرف الباطل حتى نتجنبه ونحذر منه، لأنه إلى جانب مذهب السلف مذهب مضاد له ومخالف له. فبعد أن تتقن مذهب السلف وتعرفه جيدا لك أن تطلع على المذاهب المخالفة من أجل أن ترد عليها وأن تحذر منها وتحذر منها أنت بنفسك أولا وتحذر منها غيرك. قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ما يمكن تنذر إلا إذا عرفت الشيء الذي ينذر عنه، تعرف الكفر والشرك والنفاق وطرق أهل الشر حتى تنذر منها وتحذر منها. أما إذا كنت لا تعرفها فكيف تنذر وتحذر منها؟ نعم. فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بتلثم المرأة، فكثيرا نرى النساء قد تلثمن وأخرجن معظم وجوههن، وإذا نصحت إحداهن احتجت بجواز النقاب، فما هو النقاب الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي تجيزه الشريعة، وما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ النقاب غطاء للوجه فيه فتحتان للعينين يشبه البرقع، هذا هو النقاب، سمي نقابا لأن فيه نقبان، فيه نقبتان يعني فتحتان للعينين تبصر منهما المرأة، هذا هو النقاب. وأما بالنسبة لنا في مجتمعنا هذا ما هو معروف النقاب، وليس من عادة نسائنا وبلدنا أن تلبسه، فكل مجتمع له أن يمشي على ما كان معروفا فيه ولا يجلب عادة أخرى ليست معروفة. ما نجيب النقاب لأنه ليس من عادتنا،
عادة نسائنا أنهن يغطين وجوههن بالأغطية الساترة التي ليس فيها أتحاف، تسمى بالشيلة أو الغدفة أو الغطوة، هذا معروف عندنا، وهو ستر كامل وستر طيب، فلماذا نستبدله بستر آخر ليس من عادتنا ونقول هذا كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو موجود، لكن لماذا نتحول من ما نحن عليه من الستر ومن الغطاء الكامل الذي كان معروفا عندنا وهو من محاسن هذا المجتمع، لأنه يستر الوجه ويغطيه ويبعد المرأة عن الفتنة في نفسها وعن الافتتان بها، لماذا نترك هذا ونجيب غطاء آخر ليس من عادتنا ولا كنا نعرفه إلا من الكتب؟ فما هو هذا من الأمور طيبة تحول؟ ثم أيضا هذا تدرج، ربما أنه تدرج إلى كشف الوجه بالكامل، لأنه تدرج المرأة أولا تبدي عينيها ثم تبدي أعلى وجهها ثم في النهاية تزيل الغطاء كاملا. فالواجب على نسائنا أن يبقين على ما كان معروفا في مجتمعنا، وهو ولله الحمد يتمشى مع المطلوب شرعا من ستر وجه المرأة. نعم. فضيلة الشيخ، يردد بعض طلبة العلم في الجامعات مقولة مفادها إن النصوص قاصرة ولولا القياس والرأي لتعطلت كثير من الوقائع عن الأحكام، ما حكم هؤلاء في نظر الشرع وما مدى صحة هذا القول من عدمه؟ هذا يقوله ويردده أناس لا يعرفون معناه، هم ما وصلوا إلى هذه المرحلة، وإنما يرددون كلاما لا يعرفونه، فلا يجوز لهم أن يقولوا هذا الكلام. هذا إنما يبحث عند المتخصصين من أهل العلم، أما أن يشاع هذا الكلام بين العوام وبين الجهال وبين الناس الذين لا يعرفون فهذا من التضليل، هذا من التضليل، وربما يكون هذا لقصد سيء وهو تنقص الشريعة وأنها ليست كاملة ولا تصلح لهذا الزمان، ربما يكون الهدف سيئا من هذا الكلام، فهذا كلام لا يجوز ولا تجوز إشاعته، وإنما هذا يبحث عند المتخصصين من أهل العلم، مسألة النصوص والقياس والاجتهاد وما أشبه ذلك، هذه إنما تبحث عند المتخصصين من العلماء الراسخين في العلم، أما العوام وأما المبتدئون في الطلب فلا يجوز لهم أن يدخلوا في هذا الأمر، لأنهم لا يعرفون معناه ولم يصلوا إليه بعد، وربما وهو كثير ربما يفهمون خطأ أو يستغل هذا الكلام أحد من المضللين الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية ليست كاملة بكل ما يتطلبه العصر الحديث، وأنه حصلت أمور ما تناولتها الشريعة من أجل تضليل الناس وصرفهم عن دين الله عز وجل، فهذا كلام يحتفظ به ولا يقال إلا عند المتخصصين الذين يعرفون معناه ويطبقونه على مدلوله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يحفظ القرآن الكريم من أجل الدراسة ثم ينساه بسبب إهماله وعدم مبالاته، فهل يأتم وهل يجب عليه أن يحفظ من جديد؟ على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن والمحافظة على استذكاره وتلاوته، وأخبر أنه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها إذا لم يحافظ عليه الإنسان، فكون الإنسان يحفظ القرآن أو يحفظ بعض القرآن ثم ينساه هذه خسارة لا شك، هذه خسارة، وإذا كان نسيه بسبب الإهمال وعدم المبالاة فإنه قد يأثم في هذا، لأن هذا من هجر القرآن، لأن هجر القرآن أنواع، هجر القرآن بمعنى عدم الإيمان به،
أو هدر القرآن بمعنى عدم تلاوته أو الإقلال من تلاوته هذا هجر، أو هجر القرآن بمعنى عدم التفقه في معانيه هذا هجر أيضا، أو هجر القرآن بمعنى عدم تعلمه والإقبال عليه، كل هذا من أنواع الهجر. فنسيان القرآن إن كان بسبب مرض أو آفة أصابت الإنسان أضعفت ذاكرته هذا لا حرج عليه لأنه معلوم، أما إذا كان نسيان القرآن بسبب الإهمال فإن هذا هجر، والهجر لا يجوز للإنسان أن يهجر القرآن، فعليه أن يذكر من تلاوة القرآن. فضيلة الشيخ، ما حكم المساهمة في البنوك الربوية علما أن بنك الرياض سيعرض عما قريب أسهما لتأسيس هذا البنك وسيطرح السهم بمئة ريال ويستطيع الإنسان أن يبيعه بعد أسابيع بآلاف، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب في نفس السؤال، لأن السائل يقول البنوك الربوية ما دامت ربوية إنه لا يجوز المساهمة، لا يجوز الإسهام فيها، لأن الإنسان إذا أسهم في البنوك الربوية فمعناه أنه يأخذ منها ربا، وإذا لم يأخذ منها ربا فإنه يكون قد أعانها على التعامل بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن آكل الربا ولعن المتعاونين معه على ذلك. فإما دامت إنها بنوك ربوية فإنه لا يجوز للإنسان أن يسهم فيها ولا أن يشتري منها أسهما، بل عليه أن يبتعد عنها ويطلب الرزق من الوجوه المباحة والحمد لله. فضيلة الشيخ، حفظك الله، بعض النساء تتساهل بلبسها بحجة أنها أمام جاراتها أو مجموعة من النساء لا رجال معهم، فقد تلبس القصير أو الشفاف أو القميص أو ثوب بدون أكمام، ما نصيحتك للحاضرات في هذا الشأن ولأخواتهن نفع الله بعلمك عامة المسلمين؟ نصيحتي أن هذا التساهل لا يجوز، وربما هذه المرأة التي تلبس القصير أمام النساء أو تلبس الثياب الشفافة التي تبدي شيئا من جسمها أمام النساء تكون قدوة سيئة، تكون قدوة سيئة لغيرها، يقولن رأينا فلانة تلبس كذا وكذا فلا بأس، فيتساهل النساء بالحجاب بسبب هذه المرأة التي رأينا عليها هذا اللباس غير المحتشم، فتكون قدوة سيئة لها، والمسلمة يجب أن تكون قدوة صالحة في لباسها وفي سمتها وفي دينها، تكون قدوة صالحة. ثم إنه ما الداعي إلى أنها تلبس القصير أو تكشف شيء من جسمها أمام النساء؟ ما الداعي لهذا؟ المرأة تكشف أمام النساء ما جرت العادة لكشفه ودعت الحاجة لكشفه أمام النساء، مثل الوجه والكفين والقدمين أو ما يتطلب العمل كشفه للطبخ أو للعجن أو لغير ذلك، وتكشف الأمور التي جرت العادة بكشفها وليس فيها فتنة. أما أن تزيد في الكشف تكشف عن ساقيها أو عن ذراعيها أو عن عضديها أمام النساء فهذا أمر لا يجوز، لأنه يصبح وسيلة لأن يقتدي بها كثير ممن يراها، فتكون قدوة في الشر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم تحديد اللحية وتقصيرها، هل هو جائز أم ماذا؟ عن حكم تقصير اللحية وتحديدها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نترك اللحية كما خلقها الله سبحانه وتعالى، بأن نرسلها وأن نكرمها وأن نوفرها وأن لا نتعرض لها لا بحلق
ولا بنفس ولا بقص ولا بأي شيء من التحديد كما يقول السائل، كل هذا منهي عنه لأنه يتنافى مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نحو اللحية، فتترك كما خلقها الله عز وجل، هي جمال للرجل وزينة له ولا تكلفه شيئا، لا ليست ثقيلة حتى يقول أنا ما أستطيع حملها، وليست مشوهة حتى يقول أنها تشوه وجهي، وإنما تقاليد السيئة هي التي ترت الناس وجعلتهم يبغضون اللحية أو يتهاونون فيها بها، إنما هي تقاليد سيئة، وإلا فإن هذه اللحية نعمة من الله سبحانه وتعالى على الرجال، تجملهم وتزينهم وفيها منافع صحية، ما خلق الله جل وعلا شيئا عبثا. والأمور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذها معروفة، الأظفار والآباط، شعر الآباط وشعر العانة والشوارب، هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها، وهي من خصال الفطرة أخذ هذه الأمور وعدم تركها تطول، هذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. أما إعفاء اللحية فهو من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، إعفاؤها بمعنى أن تترك وتكرم وترتل وترخى كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل الشيخ بعض المحلات تصرف العملة المعدنية بأقل من العملة الورقية، مثلا 10 ريال ورق ب9 ريال معدن، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، لأنه بيع ريال بريال مع زيادة فيكون ربا، لأن إذا بيع ريال بريال فلا بد من التساوي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتساوي الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة من هذه العملات فإنه يجب فيها التساوي. إذا باع ريال مثلا من المعدن بريال من الورق فلا بد من التساوي ولا يجوز الزيادة، واختلاف أن هذا من المعدن وهذا من الورق هذا لا يؤثر، ليس له معنى، لأنه ريال سعودي، كله ريال سعودي جنس واحد، كله جنس واحد ريال سعودي، سواء كان من المعدن أو من الورق، وما دام ريال واحد سعودي فإذا بيع بعضه ببعض فلا بد من التساوي، وإلا يكون ربا إذا زاد. نعم. هل يجوز لعن اليهود والنصارى جزاكم الله خيرا؟ نعم، اليهود والنصارى لعنهم الله سبحانه وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود أو على النصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال وهو في سياق الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلعن اليهود والنصارى إذا كان له سبب هو أمر مشروع، أما إذا كان بدون سبب فلا داعي له. إذا أردت أن تحذر من الشرك وتقول إن هذا من سنن اليهود والنصارى عليهم لعنة الله كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن بناء القباب والمساجد على القبور هذا من سنة اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، فلا بأس بذلك من أجل التحذير، وأيضا هذا لعن على سبب وهو معصية الله سبحانه وتعالى،
كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا ذكرت السبب تلعن اليهود والنصارى، إما بناء على القبور أو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا إنما عرف عن اليهود والنصارى، فلعنهم من أجل هذا السبب. أما لعنهم بدون ذكر السبب بس من أجل مجرد اللعن، هذا ما لا داعي له. والإنسان يحفظ لسانه من اللعن إلا إذا كان لسبب، إذا كان لسبب يبيح اللعن، أما بدون سبب فلا. الإنسان المؤمن ليس لعانا ولا يكثر من اللعن إلا لأسباب تقتضي ذلك. تقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، من أجل التحذير، من أجل التحذير من الكذب، تحذير من الظلم. لعنة الله على اليهود والنصارى لأكلهم الربا أو لبنائهم على القبور أو لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن تحذر الناس من هذه الجرائم. فإن اللعنة هنا في مكانه وله سبب. فضيلة الشيخ، بما يكون فوات الجمعة، وما حكم من جلس واستمع إلى الخطبة ثم ذهب في نفض الوضوء وتجديده ففاتته الصلاة، هل يصلي أربعا أم ركعتين؟ نعم. بما يكون فوات الجمعة، الجمعة فواتها إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فاتت صلاة الجمعة، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنها تكون فاتت صلاة الجمعة، فيدخل الإنسان معه في السجود والجلوس للتشهد والسلام مع الإمام لكن بنية الظهر، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر، وإنما يدخل مع الإمام من أجل تحصيل أجر المتابعة فقط، وإلا الجمعة فاتت عليه. أما إذا أدرك الإمام وهو في الركوع الثاني في الركوع من الركعة الثانية أدركه وهو راكع وركع معه فقد أدرك صلاة الجمعة، يصلي معه هذه الركعة، وإذا سلم يقوم ويأتي بركعة أخرى وتتم له صلاة الجمعة. أما من حضر الخطبة وأصابه شيء يقتضي خروجه من المسجد، كان أصابه شيء من البول أو من الغائط ولا يستطيع مدافعته، بل يكره أن يصلي وهو يدافع هذه الأمور. فإذا خرج من أجل الوضوء أو أصابه رعاف كثير أو تذكر أنه على غير طهارة وخرج ليتوضأ، فإن جاء وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية كما ذكرنا قد أدرك الجمعة. أما إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنها فاتته صلاة الجمعة، لكن يدخل مع الإمام فيما بقي بنية الظهر، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي سماحتكم فيما يسمى بالتنفيخ الصناعي، وهو عبارة عن أخذ السائل المنوي للزوج وإضافة مواد كيميائية إليه، وذلك لتنشيط حركة الحيوانات المنوية، وبعد ذلك يتم حقنه بالزوجة عن طريق الأنبوب، وذلك لزيادة نسبة الحمل إن شاء الله. هذا جرى فيه بحث في المجامع الفقهية، والواقع أنه لم يتوصل فيه إلى شيء إلى الآن، والأصل المنع من هذا والتحريم، لأنه فيه محاريف، فيه محاريف، فيه كشف للعورات بدون حاجة وبدون ضرورة، عورة الرجل وعورة المرأة بدون ضرورة،
وفيه أيضا عدم ثقة بالأطباء الذين يتولون هذا، لأنه قد يحصل شيء في الأنساب، قد يكون هذا الماء ليس لهذا الزوج، قد يدخل شيء من الماء مما رجل آخر، لأنه ليس محل ثقة دائما، قد يكون فيه من هو عنده خيانة، فلا يحصل الثقة بالنسب، نسب هذا المولود تماما، يحصل فيه شيء. فالحاصل أن هذه العملية لم يتم فيها شيء عند أهل العلم يعتمد عليه إلى الآن، والأصل المنع من ذلك وتحريم هذا. نعم. غير الشيخ، ما حكم ذهاب المرأة إلى محلات الكوفيرات أو محلات التجميل والتخطيط علما أنه تكشف فيه في هذه المحلات عورة المرأة؟ لا يجوز هذا، ما دام تكشف فيه عورة المرأة لغير زوجها هذا حرام، وصدق اللي سماه التخطيط بحقيقة هذا اسم مطابق، أنه تخطيط من الكتة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وكذا إلى هذه المحلات تتجمل في بيتها والحمد لله، عند نسائها وعند بناتها وأخواتها في بيتها وتحت ستر الله سبحانه وتعالى، ولا تذهب إلى هذه المحلات بما فيها من المحاليل الكبيرة. نعم. غير الشيخ، ما حكم زيارة من لا يصلي مع الجماعة ومحبته؟ زيارته إذا كان من أجل نصيحته وتخويفه بالله عز وجل فهذا مطلوب ومشروع ويوجر عليه الإنسان، لأنه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن محاولة إنقاذ هذا الإنسان من الهلكة، فهذه زيارة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض اليهود وهم في المرض ويدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى زار عمه أبا طالب وهو في الاحتضار ودعاه إلى الله عز وجل، وزار يهوديا وهو في الاحتضار ودعاه إلى الله، شاب من اليهود دعاه إلى الله أسلم ومات على التوحيد وعلى الإسلام. إذا كان الغرض من الزيارة الدعوة إلى الله، تخويف العاصي، تذكيره بالله، فهذا مشروع وفيه أجر. أما إذا كان زيارتهم من أجل الجلوس معه فقط ولكن معه والانبساط معه من غير نصيحة الله فهذا لا يجوز، لا يجوز مواكلته ولا مشاربته حتى يتوب، يجب هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم قول القائل سقطنا من عين الله؟ هل هذا يليق أن يقال أتيجون غفر الله لكم؟ أما إثبات العين لله عز وجل وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى هذا ثابت على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى حتى عن صفاته، أما سقطنا من عين الله فهذا لا أرى أنه تعبير مناسب، لأنه فيه حكم على الله سبحانه وتعالى ولم يرد في هذا دليل من الشرع يدل على هذا، لكن أن يقول نخشى من غضب الله، نخشى من عقوبة الله سبحانه وتعالى لأننا فعلنا كذا وكذا، ما أهوننا على الله إذا فعلنا كذا وكذا، ما أهون الخلق على الله، هذا لا بأس. أما أن يقول سقطنا من عين الله هذا لا أرى أنه من المناسب. نعم. فضيلة الشيخ، هل للمرأة دور في التفقه في الدين؟ وهل كان في تاريخ المسلمين فقيهات وعالمات؟ نعم، مطلوب من المرأة أن تتفقه في الدين لما يناسبها وتحتاج إليه في أمور دينها، ونعم كان من الصحابيات فقيهات كأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها فقيهة النساء، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها ويسألونها في أمور من أمور الدين لأنها فقيهة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أم سلمة كانت فقيهة، كذلك من تابعيات نساء فقيهات ومحدثات. إذا قرأت تاريخ العلماء وتاريخ التراجم، تراجم العلماء، تجد من بين ذلك نساء فقيهات وعالمات. هذا تفقه المرأة في أمور دينها أمر مطلوب،
لكن بشرط يكون ذلك مع الالتزام بالأدب والحياء والحجاب والابتعاد عن الفتنة. لا بأس بذلك إذا توافرت هذه الضوابط وهذه الشروط. أما أن تخرج من بيتها وتختلط بالرجال وتزعم أنها تتفقه وأنها تتعلم، هذا لا، لأن المضرة في هذا أكثر من المصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان يترتب على ذلك أنها تختلط بالرجال وأنها تعرض نفسها بالفتنة وأنها لا تتحجب، فهذا لا يجوز. أما إذا تفقهت في دينها وحضرت في المسجد مع الحجاب وسمعت في الدروس واستفادت بحضورها، هذا لا بأس به، بل هذا مطلوب. صيغة الشيخ: كيف نوفق بين أن ترك الصلاة كفر وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم يعني من أتى بالشهادة أنه يدخل الجنة، هذا مقيد بما إذا لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام. إذا قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقض الشهادة، أما إذا أتى بما يناقض الشهادة فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور ويطلب المدد من الموتى، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عدد الأنفاس، لأنه يناقضها ويفسدها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا القيد: يبتغي بذلك وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. لا بد من هذا القيد، أن يكفر بما يعبد من دون الله. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويقول لا بأس بدعوة الحسين ودعوة الولي الفلاني والذبح للقبر، يقول هذه أمور لا بأس بها، وهو يقول لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة لا تنفعه لأنه أتى بما يناقضها ويفسدها. فلا إله إلا الله لابد لها من قيود، هي مطلقة. من قالها وعمل عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها دخل الجنة. أما من قالها وهو لا يعرف معناها أو يعرف معناها لكنه لا يعمل به وإنما يعمل بضده ونقيضه من الشرك بالله عز وجل، فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. لا بد أن يعرف ذلك، لها قيود. ولهذا لما قيل لوهب بن المنبه رحمه الله أحد التابعين، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. معنى ذلك أن لا إله إلا الله مفتاح لكن لها أسنان، وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج وأركان الإسلام، لا بد من الإتيان بها. إذا جاء بلا إله إلا الله ولم يأتي بالصلاة أو لم يأتي ببقية أركان الإسلام، فإنه جاء بمفتاح ليس له أسنان فلا ينفعه شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أنا صاحب مجوهرات ويأتونني أقارب لي وأصدقاء أعزاء ويشترون مني مجوهرات ذهبية ويبقى لي بقية من ثمن المجوهرات عندهم ويقولون نأتي بها بعد شهر أو شهرين وهكذا، وأنا أحرج كثيرا منهم، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا أقرضتهم قيمة هذه المجوهرات قرضا لأجل ثم اشتروا من محلي ذهبا بالقرض الذي أنا أقرضتهم إياه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. المجوهرات على قسمين: مجوهرات من الذهب أو الفضة، أو مجوهرات من غير الذهب والفضة كالبلاتين
اللؤلؤ وغير ذلك من المجوهرات التي ليست من الذهب والفضة. المجوهرات التي ليست من الذهب والفضة هذه لا بأس أن تبيعها بثمن الحال أو بثمن مؤجل أو تقبض ثمنها في المجلس أو خارج المجلس، هذه مثل السلع الأخرى لا يشترط طوق ثمنها في المجلس. أما المجوهرات التي هي من الذهب والفضة إذا بعتها بدراهم فلا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس، تسلم لهم المجوهرات الذهبية أو الفضية وتستلم منهم القيمة في المجلس كاملة لا يبقى منها شيء، فإن بقي منها شيء أو تأخر منها شيء فإن هذا يعتبر من الربا، ربا النسيئة. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، الفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تقابض يعني. فإذا بعت الذهب بنقود فضة أو بنقود ورق فلا بد من التقابض في المجلس، وإذا بعت الذهب بذهب بنقود ذهب أو قطع ذهب فلا بد من أمرين: من التساوي في الوزن والتقابض في المجلس. أما إذا اختلف الجنس بعت الذهب بالفضة أو بالورق النقدي يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض في المجلس. فضيلة الشيخ، أما إنه يقرضهم نقود إن كان هذا من باب التحيل هذا لا يجوز، أما إذا أقرضهم لقصد القرض أو من أجل التحيل، أقرضهم مبلغ من المال واشتروا منه ذهبا وسلموا له من هذا القرض الثمن كاملا لا بأس بذلك، أما إذا أقرضهم من أجل الحيلة هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، هل سماع الشريط لبعض طلبة العلم يعتبر من طرق التفقه في الدين؟ نعم، سماع الشريط الموثوق الذي فيه فوائد وهو من كلام أهل العلم الموثوقين هذا من التفقه في الدين، بل هو أبلغ من قراءة الكتاب، لأن هذا تسمعه بأذنك وهو أبلغ من قراءتك للكتاب. فإذا كان هذا الشريط من عالم موثوق وفيه فوائد فإنه اجتماعه من التفقه في الدين. أما الأشرطة التي ليس فيها شيء من العلم وإنما مجرد كلام أو مجرد خطابة وكلام طويله قليل الفائدة، هذه فائدتها قليلة ما يستفيد الإنسان منها شيء، والاستماع ليس فيه تفقه وإنما فيه ضياع وقت فقط. سماع الأشرطة اللي فيها شكايات أو قصص أو سواليف الناس أو كلام لغير عالم، إنسان يخلط ويخبط في الأمور العلمية، فهذه ضرر، يبلعها ضرر على الإنسان، أو فيها استباب للناس أو شتم للناس أو تنقص للناس، هذه استماعها ضرر لا فائدة فيها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها أو ركوبها سيارة الأجرة وحدها، هل يعتبر خلوة أم لا؟ نعم، هذا سمعتم كثيرا من أجوبة العلماء فيه أنه من الخلوة، المرأة لا يجوز لها أن تركب مع رجل من غير محارمها سواء كان سائق تكسي أو غيره، حتى وله ابن عمها أو أخو زوجها أخو زوجها أو زوج أختها، ما يجوز لها أن تركب معه وحدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. وخلوة المرأة مع الرجل في السيارة أشد خطرا من خلوتها معه في البيت، لأنها إذا خلت معه في السيارة سيطر عليها وتمكن من الهرب بها والتغلب عليها، كما وحصل وقائع من هذا كثيرة، فركوبها معه في السيارة فيه خطورة عظيمة لأنها ربما يجد بالشيطان منه ويريد الفساد
ولا تتمكن هي من السيطرة عليه والنزول من السيارة. فلا يجوز للمرأة أن تركب مع رجل ليس من محارمها وحدها، ليس في السيارة إلا هي وهو فقط. نعم. ولا يبصرها، ما يصلح هذا، تبقى في بيتها لا تروح، تبقى في بيتها، أعمالها ما هي ضرورية، ما هي ضرورية، ما هي ضرورية، تخلي أعمالها وتخلي معاملاتها لما يجي محرم لها. إذا لم يكن محرم ما تخرج مع السيف وحدها أبدا، ما يجوز هذا. وكيل، توكل وكيل في حل، وهو أن توكل وكيل يقوم بالأعمال هذا ولو بالأجرة، يخلص معاملاتها ويخلص أعمالها ولو بالأجرة، توكل وكيل. نعم. فضيلة الشيخ، أو تتصل بأقاربها، أو تتصل بأحد جيرانها، المسلمين ترى فيهم خير، تتصل عندها التلون، تتصل بأقاربها أو بجيرانها أو توكل وكيل أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء مجلات الأزياء التي فيها صور عارية للنساء سواء كان للرجل أو المرأة، وما حكم استخدام المرأة هذه الأزياء في ثيابها وملابسها؟ ما صارت أزياء، صارت عوارض، اللي فيها صور عارية خليعة، هذه ما هي مجلات أزياء، وإنما هي مجلات فساد. لا يجوز شراء المجلات التي فيها صور، صور أفضل لا يجوز الإنسان يقتنيها، فكيف الصور العارية والصور الفاتنة والعياذ بالله؟ نعم. الختام، نشكر فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة. وإلى اللقاء مع فضيلته في الشهر القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.